مرحبا. اهلا. نحن من جمعية النجدة الاجتماعية عم بنقوم بإجراء مقابلات مع عائلات من قرية الراس الأحمر، وهذا المشروع هو بمناسبة النكبة 60. طبعا هاي المقابلات حيكون في إلى برنامج بذكرى النكبة، وعلى هاي الأساس نحن عم نعمل مقابلة حاليا معك، بما أنه أنت مسؤول قاطع راس الأحمر. أول شيء، أنت موافق على هاي المقابلة؟ أكيد. طيب، حضرتك بأي منطقة سكنك الحالي وبأي تجمع وأي مخيم؟ يعني بداية برحب فيكم، أهلا وسهلا فيكم في بيتنا وفي قطعنا وفي حينا، وبنشكر جهودكم لأنه هذا بيأكد على تواصل الذاكرة الفلسطينية وحياء الذاكرة الفلسطينية. بداية أنا اسمي إبراهيم محمد الشايب، مواليد 1962، مخيم عين حلوة، بلدي الأصلي الراس الأحمر، طبعا قضاء صفد. والراس الأحمر بفلسطين أنا حسب ما بسمع من أهلي وجدودي وقرايبي أنه قرية تقع في مدينة صفد، قضاء صفد. البلدان اللي حواليها بتحيط فيها الصفصاف وقديثة وطيطبة وساسة، يعني هاي المناطق اللي بتحيط بالراس الأحمر. طبعا هجر أهل الراس الأحمر أهلينا في عام 1948 في شهر 11 أثر النكبة أو الاغتصاب لأرض فلسطين، مثل ما هجر 462 قرية فلسطينية من منطقة الجليل الأعلى. كان هناك في بعض المقاومة، مش مقاومة كبيرة، بعض المقاومة في البلد. اليوم بعد مرور 60 عام على اغتصاب هذا البلد أصبح هناك مستوطنة في فلسطين في بلدة الرأس الأحمر، اللي هي في الأساس اسمها التل الأحمر لأنه هي ترابها أحمر وجاي مرتفع عن سطح البحر 850 متر تقريبا، وفي فصل الشتاء بنزل عليها التلج بكثافة. طبعا زي ما حكيت انه اليوم بعد مرور 60 سنة على اغتصابها، اسرائيل عاملة فيها مستوطنة اسمها كارم بن زمرة، وفيها مطار لطائرات الهليكوبتر الحربي، ولكن يوجد لحد الآن منزل او اثنين ما زالوا موجودين فيها، هم منزل المختار عبد الرحيم ايوب ومنزل محمد حمودي. يعني اكيد انا كفلسطيني خلقت في لبنان وعشت في لبنان، لكن بالنهاية احن دائما الى بلدي وبكافح وبناضل مثل ابناء شعب الفلسطيني في كل بقاع العالم حتى ارجع على ارضي، لانه هاي ارضي، مش ارضي لحالي، ارضي وارض ابوي وارض جدي وجد جدي يعني، وبوصي اولادي حتى كمان يضلوا يناضلوا لحتى نسترجع هاي الارض. طيب بدي اسالك، يعني بالنسبه للقاطع حاليا بمخيم عين الحلوه، انت مسؤول القاطع؟ انا مسؤول لجنة المتابعة. احنا شكلنا رابطة، رابطة اهالي بلدة الرأس الاحمر الخيري الاجتماعي. تم تشكيل هاي الرابطة تقريبا من حوالي سنة ونص، وعلى غرار بعض الروابط الموجودة في البلدان والقرى الفلسطينية الموجودة في المخيم اصلا، فكان في حافز واندفاع مني من بعض الإخوان الشباب لتشكيل هاي الرابطة حتى تقوم في خدمة الناس من الناحية الصحية ويعني البيئية والاجتماعية وإذا أمكن التربوية. طب بدي أسألك، كيف تم اختيارك لمسؤولية هاي الرابطة؟
يعني هو قلت لك انا انه الاساس مش نتيجة احنا عندنا بصير تعرف كل شعبنا بيعاني بيه، وهي شغلة طبيعية كله مش شغل ربنا. كان في عندنا احد الاقارب متوفي، ف يعني للاسف ما كانش في مكان انه نعمل فيه التعزية. فاقترحت انا وبعض الاخوان الموجودين بدون طبعا ذكر اسماء لانه حتى ما يمكن انسى واحد ما يسبب لي ازعاج، اتفقنا احنا لو بعض الاخوان بحدود ال 15 شاب انه نقوم بهذا العمل ونشوف مدى يعني تعاطي الناس فيه. وتم اول لقاء عندي هون في البيت انا ما يقارب ال 15 شاب. بعد هيك عملنا على دعوه اهل البلد، يعني بدانا طبعا اهل بلدنا يعني لما هجروا في 48 القسم الاكبر انوجد في عين حلوه، وعين حلوه الشارع الرئيسي في عين حلوه، قسم موجود فوق الشارع يعني الحي الفوقاني، وقسم موجود في الحي التحتاني. فقعدنا في مكان روضه موجود ضمن المنطقه، دعينا كل اهل البلد حتى اللي في صيدا وفي الميومية في الغزية يعني البعيد والقريب، قدرنا بما امكن يعني ما يقارب ال 150 ما بين شاب ورجل كبير السن انه نجمع هاي الناس. وطرحنا احنا الفكرة انه احنا في صدد تشكيل رابطة تسعى اولا لخدمة هاي الناس وعمل في سبيل الله ليس له مقابل مادي او اي شيء تاني. اللي بده يشتغل في هاي الرابطة فما عندنا مشكلة، ما عندنا مانع ولا عندنا اعتراض على اي شخص، اللي شايف حاله عنده القدرة انه يشتغل فيها فما عندنا مشكلة. طبعا اضافة تم مناقشة الوضع السابق يعني، واخذ سجال من الوقت ما بين كبيري العمر والشباب، واخذنا بارشاداتهم واتفقنا على عقد لقاء ثاني لتشكيل الرابطه بالمعنى الحقيقي. فبدايه كان عندنا بشكل دستور وضعنا في عندنا اخ اسمه محمود عوض مهندس، يعني عنده اطلاع بهي الامور، تساعدنا مع بعض احنا وياه وعقدنا لقاء. تم انتخاب اكثر من لجنه، طبعا تم ترشيحي انا رئيس لجنه المتابعه اللي هي يعني منبثق عنا اكثر من لجنه، بنفس الوقت بتشارك في اكثر من لجنه. فانا نتيجه عملي اللي بقوم فيه التنظيمي وعملي الاعلامي كصحفي، فلقيت انه ما عندي متسع من الوقت انه اقوم فيه، لكن اصرار الشباب علي فقلنا نعمل انتخابات بطريقه ديمقراطيه وانتخابات. فتم الانتخابات، كنا 21 عضو، من اصل 21 اخذت 19 صوت، اضافه لجنه بيئه يعني تسعى هاي لتنظيف الزواريب عندنا اذا امكن، وقمنا فيها مرتين يعني رش مبيدات للحشرات والزاحف والطائره، إضافة للجنة صحية يعني نقوم بمساعدة المرضى من خلال الاتصال بالإنروا أو في منظمة التحرير الفلسطينية وبعض المؤسسات التي تساعد المرضى. إضافة للجنة ثقافية وإعلامية، هذه اللجنة كذلك تسعى إلى جلب ما أمكن عن تاريخ الرأس الأحمر سابقا وحاليا، وراح افرجيكم هلا صور سحبناها حديثا عن من خلال الانترنت بتبين اليوم كيف الراس الاحمر. طبعا هاي صوره للبلد من جهه سعسع، قريه سعسع، واكيد يعني بيعتصر الالم الواحد بتشوف هيك صور لانه يشوف ارضه وبيته وما قادر يوصل له بس بالصوره، شيء محزن.
لكن املنا دائما احنا كفلسطينيين بنعيش على امل، املنا اكيد وثقتنا في ربنا اولا وفي مناضلينا انه لابد الا نرجع على ارضنا. طبعا هذا بيت ثاني هو بيت المختار عبد الرحيم ايوب، كمان ما زال موجود اليوم. وهذا بيت احمد الحاج حسن حمودي، كمان ما زال موجود لحد اليوم ومغلق، يعني ما فيه يهود موجودين في قلبه. اضافة لهذه الصورة من حوالي يعني بواحد بثلاثين واحد 2007، من شهر ونص تقريبا. هاي اكيد مش واضحة كتير، بس هاي التلج، لانه زي ما حكيت انا سردت في بداية حديثي انه بلدنا بترتفع عن سطح البحر ما يقارب 850 متر، فدائما التلج بغطيها ومنطقة باردة هي. طبعا الرابطة اللي تشكلت عندنا تشكلت من معظم العائلات، يعني ما كان الاختصار على عائلة او عائلتين او ثلاثة، لانه زي ما حكينا في البداية صار تشكيل الرابطة اختياري، يعني من يريد ان يشارك في هذه الرابطة فأهلا وسهلا به. طبعا زي ما حكيت يعني الرابطة فيها من بيت الخطيب، وفيها من بيت الشايب، وفيها من بيت ايوب، وفيها من بيت ياسين، وفيها من بيت عوض، وفيها يعني عائلات الراس الاحمر، عائلات كبيرة، يعني في عائلات كبيرة وفي عائلات انبثقت عنا عائلات اخرى، بس العائلات الاساسية في الراس الاحمر هم ايوب وخطيب وشايب. وزي ما حكيت يعني عائلة ياسين، هريش، عوض. واتمنى انه ما اكون نسيت حدا. يعني عباس وظاهر، عباس وظاهر وحجازي وحسن، يعني في كمان عندنا بيت حسن، بيت مصطفى. لكن العائلات الكبيرة في البلد زي ما حكيت هي بالاجمال ثلاث عائلات. اليوم بعد مرور عام ونص يعني مستمرين في عملنا، وشكلنا مجلس بلدي اضافه لهي الرابطه، يعني مجلس بلدي اللي هو من كل عائله واحد، يعني من عائله ايوب واحد، من عائله الخطيب واحد، من عائله الشايب واحد، من عائله ياسين واحد، من عائله عوض واحد. هدف او مرجعيه لنا في حال حدوث لا سمح الله اي مشكله اي كذا، فهم بحكم انهم كبار في السن نرجع لهم نستشيرهم، لجنه استشاريه، عرفت كيف؟ وبنفس الوقت هم اشراف علينا. احنا بنقوم بالحالات الطبيعيه، اي متوفي عندنا في البلد، طبعا اضافه لتقديم القاعه اللي اشترينا قسم يعني كبير من الكراسي موجود فيها، اضافه الى يعني قاعه التعزيه، كل ما يلزم في موضوع العزاء فهو موجود فيها. احنا بنقوم بتقديم هذه القاعه وبعض الكيلوات من القهوة والتمر والمحارم، يعني هاي الشغلات اللي هي في موضوع العزاء. وقلنا اتصالات مع أبناء البلد اللي يعني في قسم كبير منهم موجود اليوم في كندا، قسم كبير موجود منهم في أبوظبي، قسم كبير موجود منهم في أمريكا، ودائما الاتصال معهم وببعتوا. يعني اي مريض عندنا امرار بيكون بحاجه لمساعده ماليه، زي ما حكيت انه احنا من خلال الانروا ومن خلال منظمه التحرير الفلسطيني وبعض المؤسسات بنحاول نامن له المبلغ الكبير، اذا ما قدرنا بنحاول كمان نتصل بابناء بلدنا برا ومن خلال الرابطه بتساعد. يعني في احد الاخوان وصل قدر المساعده له ما يقارب 6000 دولار، ساعدنا بمبلغ 6000 دولار اكيد من خلال الرابطه. يعني حتى الاخوان اللي صاروا بيبعتوا فلوس من برا صاروا يبعثوا على الرابطة، ومن خلال الرابطة بيساعد هذا الشخص. بدي أسألك بالنسبة لهاي النقطة، إنه في ناس يعني مسافرين بيبعثوا مصاري، هل في مسؤولية مالية أو إدارية داخل الرابطة؟ في عنا زي ما حكيت أنا يمكن راحت سهوا، عنا لجنة، قلنا عنا لجنة بيئية، وعنا لجنة ثقافية وإعلامية، ولجنة متابعة، وعنا لجنة صحية إضافة للجنة مالية. لجنة مالية مؤلفة من ثلاث أشخاص الاساس، هن سبعة بس اللي بقوموا في العمل. او عندنا جباية شهرية من العائلات من كل بيت 2000 ليرة في الشهر،
فمجموع المبلغ السنوي 24,000 ليرة. هلا في ناس بتدفع لسنتين لقدام، وفي ناس بتدفع لسنة، وفي ناس بتدفع كل شهر حسب إمكانيات الواحد الموجودة. وهي اللجنة طبعا الفلوس الموجودة معنا نتيجة احنا وضعنا كفلسطينيين في البلد، يعني الحمد لله رب العالمين نحسد عليه معروف، ممنوع تفتح رابطة وممنوع لأنه بدأ مرسوم. فحتى الفلوس يعني موجودة ضمن الرابطة، وده بنحطها في بنك، بنحطها ضمن 2 أو 3 لأنه نتيجة الوضع القائم. طيب هاي اللجان يعني اللي شكلتوها انتم، هل كل لجنة هي عم بتقوم بمهماتها الموجودة، وهل في مهمات محددة يعني بشكل دائم لهاي اللجان؟ لا، هو احنا اكيد كل لجنة لها دورها، وبنفس الوقت عندنا اجتماع احنا اسبوعي، يعني كل نهار خميس بعد صلاة العشاء بنقعد. طبعا لو ما كناش كلنا، لكن العدد الأكبر يعني لو كنا النص وفوق النص شوي، بنتدارس أي موضوع ممكن يحصل، بنتدارسه وبنتناقش فيه حتى نوصل نتيجة. حتى في معظم الأحيان عم ندخل في مشاكل عائلية، يعني عملنا على حل أكثر من مشكلة، عرفت كيف؟ يعني في مشكلة طلاق كانت واقعة ووصلت للمحكمة وما قدرت تنحل، دخلنا فيها وحلناها وانتهى الموضوع. البنت من عندنا من بلدنا والشاب من بلد تاني، قدرنا نحل الموضوع بأقل الخسائر. وحتى إذا في 2 إخوة وهي شغلة طبيعية بيحكوش مع بعض، فعم ندخل بنصلح الناس مع بعض، وكمان قمنا في مسعى أكتر من هيك، يعني أكتر من عائلة صلحناهم في بعض. يعني اللي الله بيقدرنا عليه عم نشتغل فيه من كل النواحي الاجتماعية والصحية والثقافية. حتى يعني في حرب تموز الأخيرة، يعني كان في بادرة من عندنا كربطة انه احنا قلنا للناس اللي عنده بيقدر يساعد فما في مشكلة. طبعا تهافتت الناس، اللي جاب حرمات، اللي جاب اواعي، اللي جاب تموين، اللي جاب وديناهم للمنشرين في المدارس باسم ربط الرأس الاحمر. بدي اسألك بالنسبة لتشكيلة الرأس الاحمر اللي في عنا القاطع الفوقاني والقاطع التحتاني، هل هاي يعني حاسس انه انت منقولة من فلسطين؟ لانه بالأسئلة اللي عم بيحكوا فيها الكبار بالسن انه عم بيقولوا انه كان عندنا المنطقة الفوقانية والمنطقة التحتانية، هل هاي التسمية اجت بعين الحلوة على هذا الاساس؟ لا ما بعتقد، هو نتيجة الوضع الجغرافي في عين حلوة. ما اجى موضوع انه اشي فوق واشي تحت، وهاي الرابطة بتضم كل الناس فوق وتحت، ما يعني فيش في رابطة لفوق ورابطة لتحت، لا بتضم كل الناس، حتى ما فيهم الناس اللي خارج المخيم، يعني في صيدا او في الميومي او في ضواحي عين الحلوة كمان إنها يعني دائما حتى أي واحد صار بتوفى برا ينعمل الأجر والتعزيل له في عين حلوة في القاعة. عارف كيف؟ وموضوع طبعا أكيد يعني موضوع الرابطة هاي مش إنه والله لا، ما قديم أصلا، كل بلاد كان فيها روابط أو خلينا نسميها مختار وعنده حاشي، فهاي إجت هيك متوارثة، لأنه أكيد الواحد ما في يتخلى عن تراثه، ما هي من تراثنا. بس ما صار حسيت انه صار في اي حساسية او اي اشكالية انه مثلا الكبار بالعمر، يعني المسؤول عن الرابطة انه شاب خلق هون، انه اثرت عندنا هاي مشكلة حساسية انه مش واحد مسؤول الرابطة كبير بالمسؤول. لا انا زي ما حكيت، ما احنا بنفس الوقت صح يمكن احنا صغار في العمر، بس يمكن الايام بتعلم. وانا زي ما حكيت لك يعني انا وبعض اخواني الموجودين، وانا بحكم وضعي كصحفي يعني معاشر كتير وداخل في روابط وفي جمعيات وفي يعني بدءا من جمعية النجدة انتهاء بالاونسكو. ف احنا قلت لك احنا الكبار في العمر ما استثنيناهم، احنا قلنا في عندنا لجنة استشارية مجلس بلدي، يعني من كل عائلة واحد. يعني إذا اليوم بصير في عندنا مشكلة بين شباب من بلدنا وشباب من بلد تاني، هلا أنا بحكم إنه أنا عمري صغير يعني يمكن الناس ما تسمع مني كتير أو هيك، ويمكن تسمع، بس أنا حتى أعزز دور الناس الكبار، فدائما بناخد معنا 4 5 10 قد ما أمكن يعني من الإسلام الكبار حتى يكونوا هم موجودين معنا. وحتى لما نروح نعزي مثلا توفى واحد من بلد تاني كمان بناخد معنا إسلام كبار
لأنه أكيد الكبير له احترامه وله وقاره. هل بتلاحظ أنه مثلا العادات والتقاليد اللي كانت بفلسطين بالرأس الأحمر ما زالت موجودة حاليا، وهل بتعززوا هاي العادات والتقاليد اللي كانت زمان؟ احنا عندنا أكل مشهور اسمه الكبة. الله وكيلك، كل بيت بالرأس الأحمر كله بيعمل كبة، يعني أمرار كل يوم بيطلع بيده ما عنده مشكلة. وأهل بلدنا مشهورين فلسطين، كان عندنا تين كتير وزيتون وبندورة، يعني بيحكوا بقول لك بندورة الرأس الأحمر كان الحبة كانت نص كيلو وكذا. فبتلاقي طبيعة الناس كلها، أغلبية الناس البندورة والكبة، يعني الكبة لابد من لو مرة في الأسبوع لازم تنعمل، صارت زي الشغلة التراثية موجودة. إضافة لأنه في بعض الجلسات لحد اليوم، يعني بعض الإسلام الكبار بتفوت عندهم بتحسي بعده محتفظ بكثير شغلات من فلسطين. يعني أنا على سبيل المثال في الحاج أبو المأمون، يعني أنا بحب دائما أزوره لأنه بس أقعد معه بحس حالي قاعد بالرأس الأحمر. وفي الحاج أبو باسل أيوب، إضافة لبعض الإسلام الكبار، صلاح الخطيب، تقعد معه بصير يحكي لك الرأس الأحمر هيك والشارع الفؤاني أو المنطقة الفلانية والنبعة وكذا. فبعيد بعيدك هيك لذاكرة، رغم أنه بتوصف القلب بتكون حزينة لأنه طيب بالنسبة للعادات والتقاليد يعني، وبالنسبة للتربية وتنشئة الأولاد، هل يعني في برنامجكم كرابطة رأس الأحمر هيك شيء، إنه مثلا بتعرف إحنا الشعب الفلسطيني ويمكن أطفالنا لحد إسا بقولوا فلسطين، هل هيك شيء عم بتمارسوه بهيك برنامج؟ يعني هقول لك إنه وصلنا لهذا الموضوع؟ لا ما وصلنا له، يعني إنه بشكل مكثف، بس إحنا بنحاول قدر الإمكان تحديدا الشباب، يعني اللي بتجوز عمرهم من 13 لل 18 سنة أو 20 سنة، إنه دائما نفهمهم شو الصح وشو الغلط وليش احنا هون وكيف وضعنا وليش بنشتغلش وليش وليش وليش. وهذا بيبدأ من البيت، يعني انا بس ابلش اعلم اولادي وجاري يعلم اولاده وجاري يعلم اولاده، احنا ساعتها مش بحاجة لانه نعمل لفع كل الناس، لانه بالاساس البيت مدرسة، انه انت تعلمي ابنك. هلا هاي اللجنة الثقافية نقول انه بدأت بهذا الموضوع؟ لا ما بدأت، يعني في يمكن عوامل العمل انه الناس بتشتغل، اللي بيشتغل بيقدر الشيء او كذا. اضافه يعني احنا من ناحيه الشباب تحديدا، يعني احنا موجودين على شارع عام في المخيم، وهذا الشارع دائما لابد من حصول مشاكل وكذا. فاي عند حصول اي مشكله او سوء تفاهم مباشره بنوجد على الارض، يمكن يكون 5 يمكن يكون 2 يمكن يكون 10، بس بنوجد مباشرة على الأرض وبنعمل لحل هاي المشكلة. وإذا وصلت الأمور أكبر، يعني صرنا الأمر بده يتطور طبعا من خلال لجنة المتابعة الموجودة في المخيم، من خلال اللجان الشعبية بنتابع الأمور معها. بدي أسألك بالنسبة يعني للرابطة، يعني بأمور يعني حياتية ومعيشية، مثلا حق العمل، هل لكم دور مثلا؟ كان تعرف صار في لجان حق العمل وهيك، هل كان لكم كرابطة دور وتوعية مثلا للشباب؟ هلا احنا في عندنا شاب من القاطع، بنفس الوقت هو احنا نعتبر احنا تابعين للقاطع الاول في المخيم، في قواطع وهي القواطع فيها روابط. احنا في عندنا شاب موجود في اللجان الشعبية لمنظمة الفلسطينية وبتابع بعض الامور من خلال اللجان الشعبيه. موضوع حق العمل انه احنا دخلنا فيه مع جمعيات او كذا؟ لا ما دخلنا، يعني ما فتنا فيه. ممكن يصير فيه بعمليه علاقات خاصه، يعني واحد صار معه مشكله مع معلمه او كذا، انا بعرف وفلان بعرف بروح بتدخل هو هيك، بس يعني امر ندخل باسم رابطه، يعني لو واحد صار معه مشكله مع رب العمل اللي عنده بنروح اثنين او ثلاثه باسم الرابطه بنحكي معه وبنعمل على حل هاي المشكله. وامرار بتكون المشكله يعني بشكل شخصي بتنحل، انا بعرف المعلم الفلاني اختلف هو شغله ممكن اروح احلها معه. طيب بالنسبه مثلا للكبار بالسن براس الاحمر، كيف بتحس شعورهم وبالنسبه لانه هن خارج فلسطين وشو بفكروا
وهل انتم مثلا بتعملوا على حق العوده مثلا بين بين الاجيال الصاعده، انه بتفهمون انه احنا لنا حق انه نرجع يعني فلسطين وهيك؟ احنا بنحاول زي ما قلت لك يعني قبل شوي، يعني هذا البيت هو بيت الحاج احمد حسن حمودي. انا لما جبت الاوراق هذيك المره فصدفت ابن صاحب البيت، فبساله بقول له قديش كان عمرك في فلسطين؟ قال لي كان عمره 17 سنه. قلت له يعني كنت واعي؟ قال لي اه. قلت له طب بتعرف هذا البيت لمين؟ مباشره صار يبكي. قال لي هذا بيتنا. فاكيد يعني هذا الانسان اللي خلق فلسطين وشرب من ميتها ولعب بترابها واكل من خضارها، يعني صعب انه ينسى، لانه احنا زي ما بنقول، وانا هاي الكلمه بقولها لكل الشباب اللي عندنا وكل الكبار في العمر اللي بنتعلم منهم دائما، انه احنا ما عندنا وطن تحت الارض وتحت السماء، لنا وطن واحد تحت السماء كله اسمه فلسطين، ولو بعد مليون سنه بنرجع لها. اذا مش انا ابني، واذا مش ابني ابن ابني، وكل الحلول الموجوده اليوم حلول مرحليه. مش هذا يعني انه انا بطل بدي الراس الاحمر، لا بدي اضلني اناضل لحتى ارجع للراس الاحمر. طيب بالنسبه لفرجتنا يعني هاي الصور وهيك، بدي اسالك انتم كرابطه عاملين مثلا ارشيف شيء بخطاص عن راس الاحمر؟ عاملين على الانترنت، عاملين ايميل يعني بفوتوا عليه كل اولاد البلد اللي في كندا، من هون بتيجي عمليه التواصل بين اللي في عين الحلوه، اللي في كندا، اللي في امريكا، اللي في ابو ظبي، وكله بفوت على هذا الخط وبيحكوا مع بعض. وفي ناس في فلسطين يعني من خلال الزيارات قاموا فيها بيحملوا جنسيات كندية أو أمريكية وكذا، راحوا على فلسطين وصوروا وجابوا صور، واليوم يعني عم بيحاولوا من خلال الأقمار الاصطناعية من خلال كذا، يعني أي شيء بخص الرأس الأحمر، حتى لو زي ما فرجتك يعني هاي الصورة مش مبين فيها إنه هاي الرأس الأحمر. أنا إذا سألتيني بقول لك هذا حشيش وخضار، بس لما أنا بيجي واحد بقول لي هاي الرأس الأحمر هاي البلد، بحن لها هيك، بشعر بشيء داخلي بحركني. فالتواصل دائما موجود. يعني بالنسبه لهي الاشياء اللي انت عم بتفرجينا اياها وتقول انه يعني واحد شاف وقال هذا بيتي مثلا من الراس الاحمر وهيك، يعني هاي شغلات كثير مهمه ومعلومات مهمه مثلا، وبتعرف هاي الناس يعني العمر، يعني سبحان الله انه بعد فتره هالكبار اللي عم نعمل معهم مقابلات او شيء او هيك ما حيكونوا موجودين. هل يعني انتم عندكم توجه او شيء ارشفت هيك معلومات حتى للجيل اللي طالع تشرحوا له مثل ما كانوا هن يشرحوا لنا؟ في مقوله قالها مشديان، الكبار بكره بموتوا والصغار بنسوا. هذا ما له علاقه عندنا، لانه بالعكس الجيل اللي عم بيطلع مع احترامنا للكبار متمسك بفلسطين اكثر من الكبار، بيحكي عن فلسطين اللي بسمعه من ابوه من جده من عمه من خالته من سته، لانه هاي عم تتوارث الاجيال. يعني واحد انا الي قميص، واحد اخذه مني قميص، فاذا بشوفه لابسه راح اتضايق اذا اخذه مني في القوه، فكيف واحد ياخذ بيتي وارضه وياخذ كل شيء مني؟ يعني بدي اصير بدي اقول لابني هذا لازم تضلك تحارب وتقاتل وتناضل حتى ترجع لهذا البيت. وزي ما قلت لك اذا مش ابني ابن ابني ما عندنا مشكله، احنا الفلسطينيين روحنا نفسنا طويل ما بنموت، لانه متكلين على رب العالمين واملنا برب العالمين كبير، واملنا بشعبنا وقضيتنا وشهدائنا. طيب بدي اسالك وانتم بهاي الرابطه يعني رابطه راس الاحمر، شو بتحس يعني اهالي المخيم، يعني اهالي راس الاحمر بالاساس وهن جزء من يعني المخيم عين الحلوه، شو هي المشاكل والمعاناه اللي عم بيواجهوها والصعوبات، واللي قادرين انتم شي تحلوه وشي ما تحلوه، يعني ما فيكم تحلوه؟ يعني الوضع الصحي للناس هو اصعب ما يحصل، واليوم الكل بيعرف وضع الانروا، يعني الانروا قلصت خدماتها، ووضع منظمتها الفلسطينية اليوم الحصار المالي المفروض عليها كمان اكثر واكثر. ف يعني قدر الامكان احنا بنحاول يمكن نعمل برمي على البيوت، نلف
نجمع تبرعات من كل واحد ليش بيطلع من نفسه، اضافه للاخوان اللي حكيت لك عنهم برا في الخارج مسافرين، بيساعدوا. وبنحاول يعني لو أمنا لصاحب العملية أو المريض 70% أو 60%، وهذا أقصى حد يعني. في ناس تأمن لمبالغ كبير، وفي ناس ما يعني نص المبلغ أو كان مأمن النص الثاني من خلال المنظمة أو الأنروا أو بعض المؤسسات. على سبيل المثال يعني في عنا أحد الإخوان كان عنده عملية قلب مفتوح، الانروا للاسف يعني فوق الستين بصير اكسبايري، خلاص انتهت مدته لازم يموت، هذا القانون الجديد اللي اخترعونا اياه. فاحنا لا يعني اذا كان ابوي عمره 70 سنة بقول له ابوي يموت، او جاري او عمي ما بقول له موت، ممكن ابيع دم عشان اعالجه. فبحاول انا قدر الامكان انه هأمن له بعض المساعدات من هون او من هون او من هون. وزي ما حكيت لك انه في واحد عندنا عمل قلب مفتوح ممكن ما دفع ليره من جيبته ولا ليرة، انه اول شغلة وضعه ما بيسمح انه يدفع، يعني عنده عائلة وهو مريض قلبه كذا ما بيسمح. فقدرنا من خلال الانروا من خلال النظام الفلسطيني اضافة لمبلغ اجى من ابوظبي انه شكل له حق العملية كامل وتكامل. طيب انتو كرابطة مثلا قلت لي انه مثلا اللي فوق الستين سنة الانروا هلا عم بهولا ما الى اي علاقة فيه انه مفروض يموت، انتوا كرابطه مثلا شو شكلتوا تحرك يعني ضد الانروا لهي النقطه؟ يعني مثلا لنفرض انه احنا بنعرف كثير بالمخيم انه هاي مش في مشكله هيك شيء، بس ما عم بلاقي هالتحرك اللي عم بيصير ك يعني شيء قوي ضد مشكله او ضد شيء. انتوا كرابطه اهالي راس الاحمر يعني حسيتوا بهاي المشكله، شو التحرك اللي عملتوه ضد هاي القرار اللي هن ماخذينه؟ احنا في المخيم جزء لا يتجزأ من سكان المخيم كرابطه او كبلد، في المخيم موجود جزء لا يتجزأ من المخيم. فاي تحرك بصير في المخيم من خلال اللجان الشعبيه او من خلال المؤسسات بنشارك فيه، يعني ما بنشارك كرابطه لحالة، لا احنا بنشارك ضمن نطاق المخيم. اي تحرك بصير في المخيم من ضمن اللجان الشعبيه يعني بتقوم فيه اللجان الشعبيه والمؤسسات فاحنا بنشارك فيه. ايه طب انتم مثلا ما بيكون في لكم دور مثلا هيك يعني تطرحوا الفكره او شيء انه على اساس هذا التحرك يصير او كمبادرين مثلا يعني كروابط؟ انا زي ما قلت لك بحكم وضعنا يعني انا وضعي بدي احكي او بديش اقول انا بعض الاخوان الموجودين معنا يعني في اكثر من زياره قمنا فيها لمدير المنطقه في الانروا وحكينا في بعض القضايا الصحيه في المخيم. بدي اسالك بس سؤال يعني بتحكي لي عنه عشان اربط، انتوا الروابط في انا بعرف بعين الحلوه انه في روابط، رابطه حطين، رابطه راس الاحمر، رابطه طيطبة، هيك شو علاقتكم مع بعض؟ هل في علاقه مترابطه مع بعض؟ في لقاءات؟ في تم اكثر من لقاء احنا واكثر من رابطه، وبالعكس كان موضوع كثير ايجابي يعني مش بس الرابطه كرابطه يعني بعدد افرادها العشرة او 11، لا صار في فرح عند بعض البلدان انه الراس الاحمر التقت مع حطين، حطين التقت مع الصفصاف، الصفصاف التقت مع لوبي، يعني عم بصير هذا اللي عم نعمل عليه عشان يكون في ترابط اخوي بين كل الروابط الموجوده، وان شاء الله بنوصل لنتيجه انه يصير المخيم كله عائله واحده. يعني انا بقول بالنسبه لهي تشكيل الروابط هيك انه شيء كثير مهم، واذا بصير تفعيله وشيء لقدام اكثر يعني كثير بادره خير. واحنا يعني بدنا نشكرك على هاي المقابله وعلى المعلومات القيمه اللي اعطيتنا اياها، وبدي بس قبل ما انهي معك يعني اقول لك شو بتتمنى وشو هو حلم عمرك. بس قبل ما انهي تسمحي لي انه احنا في اضافه للرابطه عندنا في لجنه كمان مهتمه بموضوع الكهرباء، يعني امننا كل الكهرباء لبيوت الناس ضمن ديجنتير محدد وما فيش تعليق وكذا. ونهاية حديثي معكم اللي بشكركم كثير عليه يعني مقابلتكم هاي، انا مصر. واذا في اشياء انا ما سالتك اياها بتحب ضيفة يعني هي الكهرباء
ف عارف كيف يعني. اتمنى انه يتحقق بالوقت الحاضر لشعبنا الفلسطيني في لبنان اقصى الطموحات اللي نطالب فيها من خلال قيادتنا السياسية في منظمة الفلسطينية. يعني اقل ما هو اعطاء الفلسطيني حقوقه المدنية والاجتماعية والسياسية انه يقدر يشتغل. يعني كمان ما بصيرش دكتور يدفع الاف الدولارات ويطلع يتعلم واهله يدفعوا دم قلبهم عليه واخر شيء يجي يبيع بندورة حرام. ما بصيرش مهندس. يعني انا بعرف مهندس كيمياء ببيع اهدي اقسم بالله العظيم بس امره حده بتأثر كتير. معقولي مهندس كيمياء ببيع اهدي؟ طب لوين؟ عندنا طاقات عندنا خبرات لكن وضع البلد القانون العمل هذا اللي بيحكوا عنه ما بسمعنا. فنتمنى ان شاء الله رب العالمين في القريب العاجل ان يمن علينا بقانون عمل يسمح للفلسطيني اقل ما هو انه يعني يعيش كبني ادم كبشر. احنا مش طالبين شيء. وما يشاع هنا وهناك معزوفة التوطين وحاجة عاملين اياها شماعة فلقونا فيها. يعني ما في حدا بيتوطن اللي عمره 5 سنين 9 يوم بقول لك بده يروح فلسطين. لانه زي ما حكينا احنا هذا ارث تعلمناه من جدودنا. في إلنا أرض مغتصبة بدنا نرجع عليها اليوم وبعد سنة وبعد 10 سنين وبعد 40 سنة. طيب إحنا مثل ما قلت لك إنه يمكن هي المقابلة كانت تأخذ وقت أكتر ويعني استفسارات أكتر بس قلت حكيت أنت النقطة الأخيرة بالنسبة للكهرباء إنه على أساس بدنا عشان هيك استعجلنا بال. إذا عندك أي شيء حاب تطرحه وإحنا ما سألناك إياه. يعني أنا أتمنى إنه يكون في جمعيات وروابط مش بس في عين حلوة لا في كل المخيمات في كل أماكن اللجوء بالإضافة لما تقوم فيه القيادة السياسية في منظمة التحرير وفي القوى الفلسطينية في التأكيد على حق العودة. انه حتى الفلسطيني اللي في الدنمارك يضل يتذكر انه فلسطيني. الفلسطيني اللي حمل جنسية كندية وصل له 10 سنين اكيد هو بتذكر بس كمان لازم يعلم اولاده. لانه للأسف بعض الامرار بلاحظ انه في بعض الاخوان الفلسطينيين اصبح انه لا يتكلم اللغة العربية. وهذا فعلا يعني شيء مؤسف. احلى من كلمة يما ما في. امي باللغة الفصحى بس يما باللغة العربية الفلسطينية احلى واحلى. وفرق ما اقول بابا مع احترامي لبابا خليني اقول ابوي. لما هيك تعلمني جدي يابا عمري ما قلت لابوي يابا بابا بقول له يابا. يعطيك العافية. يعطيك العافية وشكرا كثير على المعلومات القيمة اللي أعطيتنا إياها. وإن شاء الله بنتمنى أنه نرجع على فلسطين ونعمل مقابلات هناك لتطوير بلدنا ويكون منيح. أهلا وسهلا فيك. خبرني يا باشو صار شو عملت نكبة أيام. خبرني يا باشو صار شو عملت نكبة أيام. سنين طويلة بالغربة دمنا الويل بهالمشوار. يا أبوي مسكننا خيام لا ديري ولا هاوية. يا أبوي مسكننا خيام لا ديري ولا هاوية. تكوينا بنار الأيام ولا شو هالقضية. ما بدي أبقى لا تعويض ولا تطير. بدي هالعالم فاشل
بدي أبقى لاجئ لا طاوين ولا طوطين مني هالعالم فاجئ تحرير بلاد فلسطين نار بلادي تدفيني وتلج الغرب بيكويني نار بلادي تدفيني وتلج الغرب بيكويني راجع لك يا فلسطيني بعد ديار ما فيا وخبرني يا الله شو صار